ولا انت شلا انت شلا مين فينا اتفرض هو اللي اتفرض ده مفعل مهارة يخرب بيتك ولا كسر راسه مفعله احنا مهارة فعلوا احنا المهارة بتاعتنا برضو مساء الخير وصباح الخير لازم نشد نحسب شنو فينا ان شاء الله اخواتنا مع بعضنا لعبة بي باتل يا اخواتي ونخش يا اخواتنا مع بعضنا دوس صح يلا زي نختار الشخصية طبعا اخواتي يعني صلاط من اللاط والله زي ما ننزل لعبة اهو بنجربها معاكم بس هي لعبة حلوة بصراحة اختاروا الشعر والله الشعر مش عارف هات الاسد ده حلو كل الاسد هات الصخر حلو او النسر دو تمساح لا خلينا في النسر نسر حلو بصراحة خلي مثلا خلفية ازرق تن دبين عليها شخصية بنت مش ناقصة غباء تمام هات الشخصية ده حلو دي شخصية مقفلة فا لا هات ايوه ابو لحية بس ده بين عليه كبير يعني دعم زعب قرين ده بصراحة اشيك واحد فيه دو الصح دو الصح اخواتي تعبني خلاص بقى تمام يا زعيم نخش دو الصح طبعا يا زعيم الوقت نخش مباراة كده اخواتي نجرب اللعبة مع ميسي يلا يا صاحبي يلا زعيم مش عارف ممكن نختاروا الحلبة البلبل ده مش حلو ده حلو برضه لا ده حلو لا بص اعطينا الاحمر ده حلو بصراحة مش حد نبيع لحد لما جمع شوية فلوس كده باش اظبط امورني حلبات وريني باش كده تم هاتلنا لا هاتلنا الحمرا دي باين عليها اسطوري يلا زعيم يلا يا ابني تمام عكس رشك انا انت مختار التنين يا واطي طبعا اخواتي اللي متابع النسخة القديمة كانت نسخة اسطورية جدا وص اخواتي ولا انزل لا بايع ناتش انت شلا تلف راسه ولا انت شلا انت شلا مين فينا فرض هو اللي فرض ده مفعل مهارة يخرب بيتك ولا كسر راسه مفعلوا احنا مهارة فعلوا احنا المهارة بتاعتنا برضو يخرب بيتك فشلت المهارة ولا فشلت المهارة لا ولا فشلت المهارة يخرب بيتك يا ابني بيترنى حتى البلب بتاعك المشكلة مش عارف اتحكم بيه برضو فخسرنا أو لا ده هو فعل مرة ثانية يخرب بيتك حبيبي فتتني يخرب بيتك ولا بتغشني يا واطي اصبر ده انا هديك على وشك صبرك علي صبرك علي اكسر وشك انا تدي مين بس استنى اصبر علي بس يلا زعيم انت عارف الحاجة الصفرة اللي بتلف دي حاجة تيجي على الحاجة الزرقاء اللي هي السماوية دي وتدوس كده عشان تجمع طاقة يلا زعيم فعل المرة بتاعتنا يا اخوات اديله يخرب بيتك ولا 75% يخرب بيتك احنا بيترنح البلبة بيترنح يا صاحبي يخرب بيتك هنخسره خسرنا يعني تقريبا خلاص يخرب بيتك يا حبيبي خلاص بقى اول جولة فيكتوري اصبر بس ده عشان لسه عصطه لسه اصبر لسه هركز مع عقلك انت لسه بتقاتل بلبل ضعيف يا عم ما عادي عادي قاتل البلبل الاخير اللي عندك استنى كده هنوريك بلبل اول مره تشوف بس يلا تمام جمعت في فلوس كتير اول ما تشوف السيزون عارف هو من كرتون تاني خالص تمام بس سنة. والله هو من كرتون تري خالص استنى جبت لك كلب ايه ده الكلاب المترنين حابين عليه ده بتاع اخيل تقدر تغير لون لا اصبر تقدر تغير لون معفن احمر خليه برتقال اوريك ولا برتقال يلا خليه ده ازرق الاساس خد بالك خليه فضي ايوه حلو ده بس شغل حاله فضي ازرق لا معفن الازرق فده احسن حاجه يلا زعيم تمام هنوريك دلوقتي بلبل لاول مره تشوفه اصبر يلا بلا اول مره تشوفه ده انا اصبر ده انا هديك فشك انا ربعتك اخلص يلا زعيم ندعو تاني ندعو تاني ندعو يلا يلا حبيبي شوف بس اديك فشك يلا حطني في حلبه حلوه يا ابني ده مش البلبل اللي انت اخترته ده مش البلبل الفيني اه ده ايوه هو ده تمام يلا زعيم هات الزرق ده نجربها مره يلا يا عم وانا قبلت شوف بقى البلبل بتاع شوف اندهش واحد من كرتون تاني خالص مش فاهم ايه اللي جابه ايه ده الاوبتوبوس ايه جاب الاوبتوبوس ماشي كله ماشي برضه فاكر الكرتون ده يلا ده قائد الاليين لو انت فاكر ايوه يا عم كان بيتحول لشحنه كبيره وكان بيتحول والتانيين لعربيات كده في واحد كان بيتحول لطيارات في وحده تقريبا اصبر اصبر بس انا هديك في وشك اصبر انزل يا ابني اطلق انطلاق يلا زعيم ايه رايك في الشرار اللي بيطلع من حواليك عادي عادي كله في المعادي داخلة بلبل يلا كله في المعادي يلا اديله على وشه مفيش كور هنا نجمعها في الملعب ولا لا خدها هو يا عمي فعلنا المهارة انا فعلت انت فعلت يا اخي خرب بيتك يا ابني 50% انا قعدت بالسيف راسه والله دوري خرب بيتك ايه ده ولا يتحول شحنة ده ولا ايه خد بالك انت لازم توزنها عندك عشان تضعف مهارة عندك اصبر يلا انت ازاي حاولت من وضع اصبر يلا عشان اديك في وشك يلا خد ضعف يخرب بيت 50% برضه نكعته اهم حاجه بتضعف نعمل الدرع عشان يا انا برضه عملنا الدرع يا اخواتي يعني المفروض كده حاجه تدوس كده عشان تضعف مهارة اصبر بس برضه احنا عملنا درع ايوه بس مهارة كده اوعى تقول لي اتفتت يخرب بيتك اتفرتت متكلمش تاني بعد لا ده انا نوب وبوت وفاشل في اللعبه ده انا بقول من لسه ليفل 1 حتى بص هتلاقي قال ليفل 1 وهنا ليفل 1
اصبر يلا اصبر يلا اصبر يلا. الدوائر اللي بقى بنعمل مهارته انت حاجه تدوس بالنص عليه عشان مهارته بلع. بس يلا بلع 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 بلع. يلا يلا زعي اطلق اكسره اكسر يلا اكسر يلا اكسر وشه. انت ليه بتاخد الدوائر قبل؟ اكسر يلا عشان افات عاوز بس ايه في المرحله الكبيره. ايوه ايوه ضعف المهاره ضعفتها 50. خرب بيتك خرب بيتك. بس نكدت بالسيف والله في راسه. ايوه بس ضعفتها والله نكدت بالسيف في راسه ضعفتها. تلفات 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 تلفات. لا من بنجري يا حبيبي تخلوش يرمع تلفاع. دوري دوس بقى حاول توزينها انت كده. لا غلط كده. بص الضربه بتاعتك لازم توازن على في النص. اهرب اهرب تعال في راسه. ايوه 100% اكلع. لا 25 زين. اكسر راسه بس اكسر راسه. الدرع 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 زين الدرع بس الدرع درع. خرب بيتك. دوري 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 90% خرب بيتك والله. اطلق نيرانك. لا اوعى تقول خرب بيتك والله. اقعد فتت ازاي يا ابني. يو وين. لا تحط علينا كفاية 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 كده بسرعة. لا خليها اخر جولة ثالث سابت. يلا زين هنلعب بلبل. هو اول مرة يعني يجي بس يلا بس يلا عشان احط عليك. هنلعبك بيستنى بقى نفكر. سيبني نفكر. فكرش بس خلص. سيبني نفكر. انا العب معاك ضد الخفاش. يا خفاش يا ابني اخلص. استنى والله جعله الولد يخلص. ايوه جهل اصبر ده انا هديك في وشك. انا كل البلاب اللي انا لعبت لك قدامي بيهم كان نقود احتمال اساس. والله والله ما لعبتش ولا قوة هجوم ولا قوة دفاع ولا حتى اللي هو مزدوج. اصبر بس عشان اعمل لك لقطة انطلاقة فظيعة. بنت فظيعة. يلا اكسر راسه اكسر راسه اكسر. مهم ديت بقى اللي انت شايفه دي. اكسر راسه. ده دفاع. اكسر راسه. يلا احنا دفاع برضه. مفيش حد احسن. دفاع انت لما تهجم عليه بالطريقة دي انت هتخسر. مفيش حد احسن من حد. غير. استخدم وضعية الكلابي. الوضعية الكلابي. ضاع. 100%. اوه ابلع يلا ابلع في زورك. اوف ابلع يلا في زورك يلا. تاني تلعب قبالي. انطلاقه زيني انطلاقه كويسي. بنجهز لك في انطلاقه كلابي كلابي على كيفك يعني. اكسر راسه. غير الوضعيه. اكسر راسه بس هجوم بقى. غيرت لك الوضعيه. يابا على الله على الله. دوري 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 على الله. دوري دوري دوري. خد دي بقى. خبيتك يلا. اصبر جدا انا لازم احط عليك. التعادل 1-1 لينا نحن اثنين. طب لما نمشي هذه تتحرك كذي. ها؟ شو تحط عليها نوقفها؟ لما تيجي عشان نوضع في الب. تستنى هي اللي بتتحرك لوحديها بتستنى لغايه ما هي تيجي عند النقطه المناسبه بعد كده انت بتدوس. بص كان هي بتتحرك كذي انت لازم تدوس هنا اوعى تخليها هنا. او انت تستنى وتدوس. مش تستنى كذي. بعد يلا زعي اصبر اخرب بيتك. عاوزين انطلاقه كلابي انطلاقه كلابي يلا. ماشي ابلع اكسر راسه. حاول دفاع حاول دفاع حاول دفاع حاول دفاع حاول دفاع. اكسر راسه بس اكسر راسه اكسر راسه اكسر راسه. غير الوضعيه للهجوم. حاول دفاع يا زعب على طول. دلوقتي دوري 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 دوري. المفروض احنا نخسر. ايوه ضعفتني 50% 50% المفروض يعني. اي بس اللعب علقت. اصطب بعد يعني طب وبعدين يعني. ما هو برضه بعدين عندي. بس في حاجة غريبة حسن. ده وانا خسرت يعني. هو خسر يعني مش فاهم. خلاص يا عم انا انسحب لك. خد انت بقى البوينت. يا ابني المشكلة مش قادر تطلع عندي. ولا حياتك انا. وبكده يا اخوات طبعا كنت هافد النهارده يا اخوات اللي عجبك فيديو لحد ما نحل المشكله الكارثه دي. يا ريت تدعمونا بلايك وتشتمونا في تعليق ان بصراحه فيديو معفن. حلو حلو صرت فشو بدر النار. ما انا بقول لك يعني مشكله كبيره. فقعدوا معايا يا اخواتي. سلام. طلعونا. ايه اللي حصل بس؟